استعد استريح استعد انتزيه. فتحت أبواب المدارس أمام جميع الطلاب دون استثناء. هو الأول من أيلول حل هذا الصباح رغم كل ما رافقه من نقاشات وتخبطات حول العودة إلى مقاعد الدراسة. باليد الأولى كمامة والأخرى فحص سلبي، يبدأ ناصر خطيب وزملائه مسيرتهم التعليمية في الصف الأول في ظل الجائحة التي غيرت ملامح افتتاح العام الدراسي. أنا ناصر خطيب طالع الصف أول مبسوط كثير. مع مين أجيت على المدرسة اليوم؟ مع بابا. ليش أجيت مع بابا؟ لأنه شغله قريب على المدرسة. طيب شو أكثر إشي متحمس له اليوم بالمدرسة؟ صف أول. شو بدك تعمل اليوم؟ تعلم. الصراحة في كثير تخوفات مع الموجة الرابعة من الكورونا، والإشي مش خوف، الإشي أكثر تساؤلات، شو مع الكمامة، شو مع المعقم، الفحوصات اللي بيعملها كل يوم الصبح، ومتأمنين خير إن شاء الله. في الجهة المقابلة هذا هو الطاقم التدريسي الذي صارع التعليم عن بعد طيلة العامين الماضيين، وها هو اليوم يحتفل بافتتاح عام دراسي جديد تحت تعليمات الشارة الخضراء التي تلزمهم بالتطعيم أو فحوص سلبية على نفقتهم الشخصية. أكثر شيء حاجة مش في حقنا إنه كل أصحاب المهن هن بإلن الحق نأخذ تطعيم أو لا، إحنا أعطونا الحق ولكن مشروط. يعني أنا معلمة أريز بالصدفة أنا الطعام بخط التطعيمات اثنين، ولكن في معلمين إذا ما تطعموش بعرف معلمي ثنتين أو ثنتين بدرسنا أو واحدة، فإذا صفة طلع بدود هي بكون على حسابها الحالات، تأخذ حالات على حسابها. ليش؟ مع أنه أصحاب مهن ثانيين ما شرطوا علينا لما رجعوا على البنوك ولما رجعوا على المستشفيات، إشي كان بس بخصنا إحنا، يعني إنه إني بيعطيكوا حق التطعيم ولكن مشروط. أكثر من 2 مليون طالب وطالبة في جميع أنحاء البلاد عدا عن الطواقم التدريسية يعودون اليوم ويملؤون الساحات والصفوف متطلعين لعام دراسي جديد، آملين أن يستمر على أرض الواقع هنا في هذا المكان تحديداً. كل ذلك وسط مخاوف من تفاقم الحالة الوبائية في البلاد، ما قد يؤدي إلى إغلاق أبواب المدارس مجدداً.